أقيم تحت رعاية سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مستشار الأمن الوطني الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى قائد الحرس الملكي احتفالية زراعة الشتلة رقم 100,000 لأشجار القرم في منطقة رأس المطلة جنوب مملكة البحرين، والتي قام بتنفيذها الحرس الملكي بقوة دفاع البحرين وبالتعاون مع وزارة شؤون البلدية والزراعة ضمن خطة التشجير لمملكة البحرين. ولدى وصول سمو مستشار الأمن الوطني الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى قائد الحرس الملكي إلى موقع الحفل، كان في استقباله سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة، وسعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينا وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ، وسعادة المهندس إبراهيم بن حسن الحواج وزير الأشغال، وسعادة السيد حمد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء وعدد من المسؤولين. بعد ذلك طلع سموه على معرض الصور لمراحل زراعة واحة أشجار القرم في منطقة رأس المطلة، كما شاهد سموه فيلما موجزا عن مراحل الزراعة التي اتسعت ل100,000 شتلة تمت زراعتها على عدة مراحل، منها تسوية الأرض وتهيئتها وإنشاء القنوات البحرية وبناء السواتر لتجهيز المواقع كأحد الموائل الرئيسة للطيور وللكائنات البحرية والحياة الفطرية في المحافظة الجنوبية، وذلك كجزء من البرنامج الوطني لمضاعفة أشجار القرم بنسبة 400% في العام 2035 ميلاديا. بعدها تفضل سمو مستشار الأمن الوطني الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى قائد الحرس الملكي بزرع الشتلة رقم 100,000 من أشجار القرم، حيث يهدف المشروع إلى الحفاظ على الحياة البحرية والتوازن البيئي لما لهذه النباتات من فوائد كبيرة وفعالة في مكافحة تغير المناخ. وبهذه المناسبة أكد سمو مستشار الأمن الوطني الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى قائد الحرس الملكي بأن تنفيذ هذا المشروع يأتي تحقيقا لأهداف المسيرة التنموية الشاملة والمستدامة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه. وأيضا وقد أشار سموه إلى أن زراعة واحة القرم يأتي في إطار دعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله للخطة الوطنية للتشجير الهادفة إلى مضاعفة عدد الأشجار في مملكة البحرين وزيادة الرقعة الخضراء وتحقيق التوازن البيئي وضمن جهود مملكة البحرين المستمرة، والتي تهدف إلى الالتزام بخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 50% بحلول العام 2035 والوصول للحياد الصفري عام 2060، والتي تم إطلاقها في المؤتمر 26 للإطار في الاتفاقية الأمم الإطارية بشأن تغير المناخ COP26، التي تم ترجمتها إلى عدد من المبادرات من ضمنها التوسع في زراعة أشجار القرم. وأضاف سمو مستشار الأمن الوطني الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى قائد الحرس الملكي بأن توجيهات صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين في توفير كافة الإمكانات وتسخير كافة السبل التي تسهم في إتمام وإنجاح هذا المشروع البيئي والحيوي والذي يعود بالنفع على البيئة الطبيعية. وأوضح سموه بأن هذا البرنامج الطموح هو أحد الخطوات المهمة التي تنفذها المملكة إيمانا منها بأهمية التصدي لآثار التغير المناخي بشكل تكافلي على جميع الأصعدة، فضلا عن توفير بيئة طبيعية وحاضنة للعديد من الأسماك والأحياء البحرية وللطيور خصوصا المهاجرة والموجودة بكثرة في مملكة البحرين والتي تتغذى على الروبيان الذي يعيش ويتربى في المنطقة الغنية بأشجار القرم. حضر الاحتفالية اللواء ركن حمد خليفة النعيمي نائب قائد الحرس الملكي وعدد من المدعوين. يعد مشروع زراعة واحة أشجار القرم في منطقة المطلة أحد أبرز المشاريع التي نفذها الحرس الملكي بقوة دفاع البحرين وبالتعاون مع وزارة شؤون البلديات والزراعة ضمن الخطة الوطنية للتشجير الهادفة إلى مضاعفة عدد الأشجار وزيادة الرقعة الخضراء. ضمن برنامج الحكومة المؤقر برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اهتمام سموه بهذه المبادرة تم تنفيذها بين وزارة شؤون البلديات والزراعة والحرس الملكي ومجموعة من وزارات الدولة، والتهدف إلى مضاعفة أشجار القرب ضمن التزامات المملكة البيئية. نشكر سموه على هذه الرعاية وإن شاء الله ماضين قدما في تنفيذ هذه الخطة الطموحة بإذن الله. 100,000 شجرة تمت زراعة آخر شتلة من هذا المشروع
من قبل سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى قائد الحرس الملكي في واحة زراعية في المحافظة الجنوبية لتصبح أحد أبرز الموائل الرئيسية للطيور والكائنات البحرية والحياة الفطرية في المنطقة، وذلك ضمن خطة البرنامج الوطني لمضاعفة أشجار القرم بنسبة 400% في العام 2035. هذا المشروع الطموح هو أحد الخطوات المهمة التي تنفذها مملكة البحرين إيمانا منها بأهمية التصدي لآثار التغير المناخي بشكل تكافلي على جميع الأصعدة، وتوفير بيئة طبيعية وحاضنة للعديد من الأسماك والأحياء البحرية والطيور المهاجرة والموجودة بكثرة في مملكة البحرين. زراعة 100,000 شتلة من نبات القرم في منطقة رأس المطلة جنوبي مملكة البحرين يأتي ضمن الخطة الوطنية للتشجير وحفاظا على البيئة البحرية والتوازن البيئي في مملكة البحرين. خالد العون لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.